أشاد الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالتعاون المثمر والمستمر بين المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والخدمات الطبية الملكية متمثلة في مستشفى الملك حمد الجامعي والمستشفى العسكري. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في الخدمات الطبية في مستشفى الملك حمد الجامعي بحضور الدكتور مصطفى السيد والعقيد طبيب الشيخ سلمان بن محمد بن عبد الله الخليفة قائد مستشفى الملك حمد الجامعي بالوكالة، والسيد محمد فهمي حمد المدير التنفيذي رئيس العمليات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المؤسسة ببيت التمويل الكويتي لمناسبة تسليم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية للخدمات الطبية مستشفى الملك حمد الجامعي مجموعة من مضخات الأنسولين ضمن التبرع المقدم من بيت التمويل الكويتي لمشروع الفارس لمضخات الأنسولين، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة والخدمات الطبية لمستشفى الملك حمد الجامعي لتركيب مضخة الأنسولين للأطفال المستفيدين من المصابين بالنوع الأول من داء السكري وتدريب الأطفال وذويهم لاستخدامها، معربا عن شكره لدعم بيت التمويل الكويتي على هذا المشروع. أشكر سيدي جلالة الملك لرؤيته الإنسانية الحكيمة بتأسيس المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من قبل 20 سنة لخلق منظومة علمية مهنية تخدم الأرامل والأيتام بشمولية. أشكر سمو ولي العهد رئيس الوزراء لدعمه المستمر. أشكر سمو الشيخ ناصر قائد العمل الإنساني قدوة الشباب على اهتمامه بالمؤسسة وتزويدنا بأفكاره وابداعاته لنقدم أفضل خدمات لهذه البيئة الهامة العزيزة على قلب سيدي جلالة الملك وهم أبنائه. في شغلي اليوم أشوف شلون هذه تغير مع الوقت. طبعا يعني قبل كنا معتمدين على الإبر، وهذه كان يعني ياخذ وقت عشان الطفل يعني يتقبل استخدام الإبر ويكون شيء يعني يغير حياته. المضخ الانسولين الاول واحد طلع، هذه وايد سهل الامور، بس المضخ الحالي تقريبا يشيل الاحساس بالمرض حق الطفل. يعني شرفنا اليوم بتقديم مساهمه زكويه لمشروع هام وجزء من عمل بيت التمويل الكويتي وشراكته المجتمعية. المساهمة الزكوية جاءت بالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بهدف تخفيف العبء عن أسر الأطفال اللي يعانون من مرض السكري. فالمبادرة هذه طبعا تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية اللي يوليها البنك اهتمام كبير، ونأمل إن شاء الله أن هذه المساهمة تخفف من العبء على الأسر وتساهم إن شاء الله في شفاء أو تقليل الأمراض أو المرض على الأطفال اللي يعانون من مرض السكري.